يا أخي إذا في جن أنا جاي أتحداك اليوم. كيف؟ أعوذ بكلمات الله. طيب نقول أعوذ بكلمات الله التامات، بس قبل ما نبلش مغامرة لا تنسوا تضيفوا حسابي الاحتياطي، لأنه أغلبنا نعرف أن حسابي هذا عليه مشاكل، ممكن في نص المغامرة يقطع ونكملها على هذاك. عليه شوية مشاكل هذا الحساب، وفي أي وقت بختفي من هون بتلاقوني هناك. قبل ما نبلش المغامرة نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هسه بشرح لكم بأي موقع إحنا قاعدين نغامر. موقعنا اليوم بالمبنى اللي لقينا فيه طابغات واختفت. هذا البيت وضع مش طبيعي، وتعمدت أشحن هذا الكشاف وآجي فيه. طبعاً هذا الموقع كثير مرعب، وغير إنه كثير مرعب أكثر من 10 طوابق فوق و3 طوابق تحت الأرض، أو 4 طوابق تحت الأرض. هون كان في طابع للإكرين، أنا بدي جن يطلع لي اليوم. أنا اليوم جاي كامل قواي. إحنا أقوى من الجن، والعياذ بالله. اليوم جاي بلبس مغامرة كامل، لأني ناوي أغامر من اليوم وطالع. لبس مغامرات ومغامرات، ما في انسحاب. يا أخي إذا في جن أنا جاي أتحداك اليوم. كيف؟ أعوذ بكلمات الله بالله من خبث الخبائث. طيب ماشي، نعيد ونكرر. أنا جاي أتحداك. أنا بالحمام. نعيد ونكرر. أنا جاي أتحداك. كمان مرة. طلع كيف شكل اليدين. طب كمان مرة. أنا جاي أتحداك يا أخي. أنا جاي أتحداك. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. أنا مش طالع،
أنا مش طالع، أنا جاي أتحداك. لا أنا خايف أقرب عند المسعى تطلع صوت يجي حدي. هذا بكلمات الله التمات بشر ما خلق حصنت نفسي. لا لا خلينا هيك وهيك بس لا حل. بسم الله سخنون طلع. شيء والله العظيم احكي من هون انا. البسوا سماعات والصوت اللي راح يتحدد لحاله معكم. فاذا انت بني ادم اطلع احكي معي. أخوان هذا الطابق غريب مريب من المرة الماضية متذكرين؟ والله العظيم ما هو طبيعي. بسم الله خلينا نطلع الطابق الثالث، والمرة الجاية بنطلع الخامس والسادس. ها؟ ها؟ في حد هون؟ يا حج معلم انت يا معلم. ايه يا عمي اقسم بالله انك بني ادم ورب. ورب اني حاس انه بني ادم، بس رجعنا لكم بنفسية غير. ها؟ ها؟ شو ها؟ بني آدم ولا لا؟ بني آدم ماشي، كيف عنده الخفة يخبط وأنا جنبي في الحمام؟ خمرنا الطبقين تحت الأرض من اليوم. هذا بعدين مرة شايف اللي بعده واللي بعده. بسم الله في حد هون؟ في حدا هون؟
في حدا هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. مسكرة. بسم الله. في صوت حد بيمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش راح اطلع الا لف الطابق كامل. طيب في حد بيجي هون ولا ما في حد بيجي؟ ها هذا بكلمات الله التمام ان شاء الله ما خرب. كمان مش خايف لأنك بني آدم، لأنه الجن مش راح يجي يتبول هون. ناشف السقفية، ناشفة المي بس على الأرضية. القذارة. أنت بني آدم، انت بني آدم، اذا جن مش خايف منك. شو العدة بتسوي؟ كلكم بني آدم اللي بيجي هون. هذا البوابة. طيب طلعوا القذارة حتى هون. الله العظيم يا اخي وزلم اطلع لي، واذا جن مش خايف منك. حنزل اطلع لي اطلع لي اطلع لي. اها دقيقة. اطلعلي اطلعلي. راجع لك لك اللي ارجع لك. وعد انس جن والعياذ بالله راجع. طب اذا انت جن طلع صوت، انا طالع. طب اذا بني ادم طلع صوت، انا طالع عشان ما ارجعش. طلع صوت. طب بوعدك اللي ارجع لك. يلا
يا بني آدم هايق فيها جن وحركات جن. إخوان هذا بني آدم اللي فوق. زدت علي إشي من فوق يقتلني. يا بني آدم بسم الله شو جاب هذول؟ إيف إيف راجع بوعدك لا رجع. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بخير حبيبي.